مصر هذا اللقاء. الهدف الاول، الهدف الاول، الهدف الاول، النجم الكبير يونس محمود. يونس محمود مشاهدينا احد نجوم نادي الكوره المغربيه. طلع على الطبيعه نوار مولى محمد توصف نص الملعب محاولات هجوميه كره قويه خطيره جدا. يونس 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 يرجع الى الخلف، يبني هجمات من الخلف، والقادمون من الخلف دائما هم اللي يصطادون الكرات واللي يسجلون الاهداف. وهدف التعادل يسجله يونس محمود، ويونس بهذا وتسديده من بعيد، والهدف الثالث يسجله غير لاعب يونس محمود. كره قاتله من ضربه حره، من ضربه قويه من خارج منطقه الجزاء من مسافه 35 يارد. يونس محمود، يونس محمود يسجل هدف قاتل في اتفاق الحرب ليونيل لويس. ثلاث اهداف للمنتخب العراقي المقابل هدفين للمنتخب السنغافوري. شوف الجماهير العراقيه والاعلام العراقيه، يونس يسجل من بعيد. وحضنا قاتليه ابو عنب بيت الحال عليا،